وسهلا بكم اعزائي متابعينا ومشاهدينا الكرام، معاكم النهارده لايف جديد. طبعا معودينكم ان احنا بنطلع لكم كل شيء ايجابي وكل شيء مميز موجود في محافظه الشرقيه. احنا النهارده معانا البشمهندس سمير. بشمهندس سمير عمل اكتشافات جديده جدا وماكينات كتيره جدا للمعادن. هنتعرف دلوقتي على البشمهندس سمير وايه المعدات اللي هو عملها والاختراعات والابتكارات اللي موجوده دايما في محافظه الشرقيه. دايما اهالي محافظه الشرقيه بيتميزوا بحاجات واكتشافات جديده جدا مميزه. فاحنا النهارده مع البشمهندس سمير هنعرف كل التفاصيل دلوقتي مع بعض. تابعوا معانا اللايف الان. يلا بينا. يلا يا باشمهندس، في البدايه كده حابين حضرتك كده تعرفنا بنفسك. المهندس سمير ابو لب، مشرف مدينه محافظه الشرقيه وصاحب المكان الموجود، منور الدنيا كلها معانا على كبير ميديا. حابين بقى نعرف سر المكنه دي، ولان هي كده ما شاء الله، يعني هي بنا لها اختراع او اكتشاف جديد. اهم حاجه ان هي كده مكتوبه صنع في مصر بايادي مصريه يا جماعه بايد الباشمهندس سمير. المكنه دي مكنه في الاصل هي كانت بتستورد من الخارج. المكنه دي بتقوم بعمليه تشكيل وتكريم المواسير الخاصه بابار المياه اللي هو بيقولوا عليها الخربه يعني، ودي بتشتغل بنظام اوتوماتيك. ممكن نشغلها؟ هي دلوقتي لسه في عمليه تجميع، يعني احنا بنجمع ان شاء الله بكره تكون شغاله. تمام. هي بتشتغل على قطعه الخام نفسها بتتحط، المواسير نفسها بتتحط هنا في المكان دوت، وبعدين الفشاتن دي بتقوم بعمليه ضغط وربط ربط فيها. في نفس الوقت المواتير اللي شايفينها دي الاربع مواتير دي بيشغلوا مجموعه سبندلات، دي بيسموها السبندلات او اسمها ايه؟ سبندلات او متاعيب، يعني مجموعه متاعيب صغيره زي ما انت بتشوفي كده حضرتك، انها بتلف كلها مره واحده تقريبا 40 سبندل بيشتغلوا مع بعض في نفس التوقيت دون. الجزء اليمين والجزء الشمال بيتحرك عن طريق بساتن هيدروليك بوحده هيدروليك كامله، بيتحركوا بحيث هو عمليه التفريم والكلام ده كله ما بياخدش اكتر من 30 ثانيه، فبيبقى بيدي انتاجيه اكبر وبيخلي بيبقى عمليه التصفيد نفسها تصفيد دقيق جدا ومسافات منضبطه قوي يعني. ودي يعتبر من الماكينات الحديثه جدا في عمليه تصفيد المواسير الخاصه بحرابي المياه، ولها استخدامات ثانيه كتير ودي كده بتسمع بره، ولكن الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نعمل زيها بالظبط. ده اللي احنا عاملين اضافات ثانيه وعاملين فيها سيفتي اعلى على اساس ان يبقى اللواء شغال عنده نسبه تمام اعلى فيها يعني. ودي بالنسبه لنا المحطه الكهربائيه بتاعتها. يعني عايزين نورينا كده. حتى كل حاجه عندنا بنعملها، حتى تجميع اللوحه نفسها. دي تجميع اللوح. تجميع اللوح عندنا بيتم تعمليه التجميع كله عندنا، ما عندناش حاجه بنعملها بره. كل حاجتنا احنا اللي بنعملها هنا. ودي مش لوحديها يعني، احنا بنعمل اكتر من حاجه يعني دي اصلا دي ماكينه للميه. دي الماكينه دي ايه؟ لايه بالظبط؟ الماكينه دي بتقوم بعمليه تشكيل المواسير اللي بتخش باطن الارض عشان خاطر ابار المياه. يعني دي ماكينه لتشكيل المواسير عشان الحاجات اللي تدخل تحت ابار المياه. اللي هي بيسموها، وتستخدم في حاجات ثانيه لتصنيع مواسير سائلات المعدنيه. يعني هي احنا عليها بيسموها ماكينه استخدامات متعدده. ممكن حد عاوز يقوم بعمليه تخريم مواسير على يستخدمها في السائلات المعدنيه، او ان هو يعمل الحرابي بتاعت الميه، او ان هو يستخدمها عشان يعمل الاستندات. دي بتستخدم في اكتر من حاجه. في اكتر من حاجه. طبعا. تبدا انك تظبطها وتشتغل بقى على المواسير دي. الحمد لله. وبعدين طبعا بيبقى لها مضخات ميه، مضخه ميه اللي هي المواسير دي بتقوم بعمليه ضخ الميه وميه بزيت، يعني لعمليه التبريد او ماء تبريد على اساس ان البونط دي بيقول عليها البونط دي اللي هي دي اللي هي المفروض انها بتلف عن طريق المواتير اهي. ماشي. وطبعا كل مجموعه، كل موتور مسؤول عن 10 وحدات. كل موتور مسؤول عن 10 وحدات. تمام. مش هو ده بس، يعني احنا مش بنصنع. انا عايزه اعرف بقى كم الاكتشافات اللي عملتها، يعني ادينا نبذه مختصره عنه. اقول لحضرتك، هي الفكره كلها بالنسبه لنا ان احنا عندنا فكره ان احنا مش اقل من حد. اي مكنه
اي خط انتاج نفسك فيه تعالى واحنا هنصنعه لك، لان احنا ما عندناش عدد كفاية، احنا عارفين كويس احنا عارفين نعمل ايه. العمليه كلها بمنتهى البساطه، الامكانيات نفسها الفكريه طالما عندك تستطيع ان انت تزيل لاي عقد. الحمد لله احنا لنا تجارب كتيره، قمنا حتى بتصنيع ماكينات السي ان سي اللي هي الماكينات الخطويه، عملنا ماكينات البلازما، عملنا ماكينات الليزر، عملنا ماكينات الفاكيوم اللي هو تشكيل البلاستيك، بعض ماكينات تشكيل المعادن زي المسارس وغيرها، والثنايات والدرافيل، حاجات كتيره جدا. من الاخر يعني الحمد لله رب العالمين بقدر الله وقدره، ونستطيع ان احنا ننفذ اي نوع مكنه على حسب الطلب. ونتمنى ان اولادنا وشبابنا يعرفوا ان امكانياتهم اكبر ما هم يتخيلوا، يستطيع ان هم يعملوا حاجات كتيره جدا جدا جدا. يعني باشمهندس سمير، عايزك تقول لي بقالك كام سنه شغال في مهنه تصنيع الماكينات والابتكارات دي؟ هو في الاصل الورشه دي ورشه والدي رحمه الله عليه، الحاج ابراهيم ابو لبده، زي ما قلت حياتك هو كان حد يعني متخصص وشاطر قوي. احنا طبعا زينا زي اي حد بيبقى والده مهني، ما عندناش حاجه اسمها اجازه مدرسه، بنطلع من الاجازه بناخد اجازه المدرسه بنيجي الورشه. الكلام ده طبعا من وانا 7 سنين وانا هنا في الورشه، مش عندي اجازه، وانا كملت تعليمي الحمد لله. فانا هي كانت راس ورشه حداده في صناعه الجمالينات وشغل الحديد اللي هو العادي، لغايه لما انا سافرت بره في الصين بسبب علاجي، يعني بسبب اصابه عمل هناك، اكتشفت حاجات كده. اكتشفت ان هو هناك في الصين الموضوع بالنسبه لهم مختلف عننا خالص، هم هناك بيدعموا الفكره كويس جدا، عندهم تصنيع الماكينات وتصنيع خطوط الانتاج مش معتمد على مساحه معينه. استغليت كورس العلاج، خدت كام دوره من ضمن دوره في اعاده التدوير، وازاي تقوم بعمليه تحويل الفكره الى حركه، ودي على فكره الموضوع ده مهم قوي. وابتديت انزل بعد كده بقالي دلوقتي تقريبا حوالي 7 سنين او 8 سنين، ولاني كنت في التوقيت ده موظف في احد الجهات الحكوميه، وقدمت فعلا مشروع تطوير، ولكن ساعتها كان في توقيتات مش منضبطه يعني، ولكن ما توفيش عليه، وبناء عليه اتجهت للقطاع الخاص بالنسبه لي. انا عايزه بقى اعرف الماكينه دي اخذ من حضرتك وقت قد ايه لتصنيعها؟ الماكينه دي بقالي شغال فيها تقريبا حوالي 2 شهر. ما شاء الله طلعت بالامكانيات دي. على فكره احنا عاملينها كامله الا المواتير، طبعا المواتير احنا شايلين المواتير، لكن حتى السبندل نفسه خراطه الكلام ده كله احنا اللي بنعمل كل حاجه. ما بنحاولش بنحاول نقلل من حته ان احنا نستورد دي، لان في نقطه مهمه على فكره. في بعض الصناعات بتستهلك عمله صعبه كتيره جدا، واحنا على فكره انت ممكن تعملها في بلدك. يعني مثلا لسه من مده قريبه احد الشباب جه طلب مننا، عملنا له مكنه لتصنيع الاستيكرز الخاص بالبادجات اللي بتتعمل على الكوتشيات والتيشيرتات، الكلام ده كانوا بيستوردوه من بره بالدولار. لا، الماده موجوده وعملنا له خط الانتاج، والحمد لله شغال كويس جدا. اللي هو بدا ان انت تدعم فكره بقى ابن بلدك. ادعم الفكره. النهارده حضرتك عشان لما انا اكون ابني عنده مؤهل واجي اقول له طب تعالى وانا عاوز اشوف لك شغلانه ووظيفه، يا جماعه ده حلم عقيم. انت راجل هتبقى اسير للوظيفه ووقت الوظيفه بتاعتك، مش هديك العائد اللي انت عايزه. لكن النهارده انت كولي امر فكر في مستقبل ابنك، ابنك لو عمل مشروع داخل المنزل، واحنا دايما بنعمل الماكينات بتاعتنا، يستطيع ان هو يشتغل داخل مساحات صغيره او داخل البيت، وزي مشروعات لعب الاطفال، زي مشروعات الاستيكرات، زي مشروعات النحت على المعادن والاخشاب وماكينات السي ان سي. اي فكره ممكن تدعمها هتبدا تبقى فكره كبيره. لا ده انت هتعمل منها فلوس كويسه جدا. اقول لحضرتك على حاجه، خلينا نتكلم كده بمنطق. لو انت اشتغلت في الماسكات، ماسكات لعب الاطفال، حد يصدق ان ماسكات لعب الاطفال دي لو حضرتك اشتغلتها تستطيع ان انت كل يوم تكسب من 1000 ل 2000 جنيه؟ لا هو مش متخيل، يقول لك ماسكات الاطفال ايه اللي هتجيب؟ لا يقول لك لا انا عايز وظيفه، ويا عم وظيفه ايه؟ انت لو